العالم بأكمله يترقب الساعات الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، والتي جاءت معلوماته بشكل واضح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا من مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بهذا المؤتمر الصحفي الذي ترونه بهذه الطريقة. هو الذي أكد بأن الغزو الروسي بحسب المعلومات الاستخبارية التي يمتلكونها ستكون خلال هذه الفترة لهذه الألعاب، ألعاب أولمبياد الشتوية في الصين التي بدأت منذ 4 فبراير وستنتهي في 20 فبراير. ستكون خلال هذه الفترة عملية الغزو المتوقع الروسي إلى أوكرانيا. وكذلك أن بلومبرغ الأمريكية أكدت بأن فجر يوم الثلاثاء القادم سنشهد فيها الساعات الأولى من اقتحام روسيا إلى أوكرانيا، وكان من المفترض لهذه الأمور أن تحل بسرعة كبيرة من خلال الاتصال الذي جرى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس. بحسب مسؤولين أمريكيين مطلعين على هذا الاتصال، صرحوا للأسوشيتد بريس وأكدوا بأن الاتصال وصلت مدته إلى 62 دقيقة، ساعة كاملة من النقاشات، ولكن النقاشات لم تأتي بنتيجة حقيقية، وهذا ما ثبته المسؤول الأمريكي للأسوشيتد بريس حول هذا الموضوع. قال الآتي: إن المكالمة الهاتفية لم تؤدي إلى تغيير أساسي في الموقف بشأن الأزمة الأوكرانية، الوضع على ما هو عليه، بل إن أيضا الأنباء اليوم تتحدث بأن هنالك سيكون إغلاق في المجال الجوي في أوكرانيا سيبدأ في الساعة 4 بتوقيت غرينتش يوم غد، في ترقب كبير لما ممكن أن يحدث والخطوات القادمة من روسيا تجاه أوكرانيا. وكذلك أننا يجب أن نفهم قضية بأن الأرض أيضا هي تتحدث، هي ليست المسؤولين فقط الأمريكيين والأوروبيين من يتحدثون عن هذه الأمور، بل أن التحركات في الأرض أيضا هي تتحدث بأن الأمور متوجهة وعلامات الغزو موجودة على الأرض. كيف هذا الأمر؟ لأن الروس مع التحشيدات الكبيرة التي قاموا بها والتي بدأوا بها منذ العام الماضي، الآن بدأوا يقتربون شيئا فشيئا وأصبحوا قريبين من الحدود مع أوكرانيا. هذه باللون الأحمر روسيا، كما ترون اللون الأصفر هي أوكرانيا، وهذه هي أوروبا باللون الأزرق التي هي طبعا حلف الناتو بشكل عام، وبالتالي التحشيدات تأتي بهذا الشكل حتى من بيلاروسيا. تحاول روسيا أن تدخل مباشرة وأن تقتحم، بل إنها تهدد مباشرة العاصمة الأوكرانية كييف، تحشيد هائل جدا. بالإضافة إلى ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية هي قامت بسحب العديد من موظفيها في السفارة الأمريكية، هي سحبت الجنود الأمريكيين الذين كانوا يدربون القوات الأوكرانية منذ عام 2015 لمواجهة مثل هذه المواقف، وكذلك العديد من الدول بدأت تسحب رعاياها وطالبت من مواطنيها الانسحاب من أوكرانيا، وفعلا بدأ هذا الأمر يتحقق بشكل هائل جدا في 48 ساعة الماضية. وأيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أرسلت طائرات F-15 إلى بولندا، وكذلك أن بريطانيا عززت التواجد في بولندا ب350 جنديا بريطاني في بولندا، وبالتالي هم يحشدون تجاه بيلاروسيا التي هي تعتبر الحليف المهم بالنسبة إلى روسيا. وأيضا أن طائرات F-16 حضرت ووصلت إلى رومانيا وهذه تضاف، هذا ما هو معلن من التحشيدات. هنالك كثير من التحشيدات من العديد من الدول الأوروبية تجاه هذه المنطقة ترقبا إلى هذا الهجوم الروسي الذي ممكن أن يحدث في أي لحظة. ليس هذا فحسب، بل إن علينا أيضا أن نرى لماذا روسيا تريد أن تقوم بهذا الغزو. هذه القضية هي تعود إلى انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991. كانت أوكرانيا هي جزء من الاتحاد السوفيتي، ولكن بعد الانهيار أوكرانيا انفصلت واستقلت، ولكن في نفس الوقت هي استمرت بكونها هي جزءا مهما جدا من روسيا، وهي أيضا يعني بالأحرى هي موالية إلى روسيا وهي لن تختلف كثيرا، وبالتالي لا مشاكل في هذا الموضوع. ولكن جاءت 2014 لتنفجر فيها ثورة كبيرة جدا في أوكرانيا، ويتغير فيها نظام الحكم، ويصبح فيها نظام الحكم مواليا إلى حلف الناتو، إلى أوروبا، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بل إنهم بدأوا يفكرون بشكل واضح بأننا دعنا نستقل في الغاز، لا نريد الاعتماد على روسيا في قضايا الغاز، ودعنا نستخدم هذه الجزيرة المهمة شبه جزيرة القرم في قضية الحصول على الغاز كما نريد. وهذا ما دفع القيصر الروسي فلاديمير بوتين من التقدم بسرعة
كبيرة لاحتلالها مباشرة وتحويلها إلى اللون الأحمر بهذا الشكل، وقام باستفتاء ليستند على الأمور القانونية بأننا لم نغزو هذه المنطقة، وتم الاستفتاء فعلا والناس وافقوا على الانضمام إلى روسيا، وأيضا أشعل دونباس بالمسلحين الموالين له إقليم دونباس، وبالتالي كان يريد أن يكرر نفس القضية كما فعل في شبه جزيرة القرم، ولكن الضغط الأوروبي منعه من التقدم بهذا الاتجاه. الآن ما يحدث ولماذا وصلنا إلى هذه النقطة؟ لأن روسيا ترى بأن أوكرانيا عادت تحاول تريد أن تكون جزءا من حلف الناتو، والناتو كذلك يتحرك باتجاه أوكرانيا ويريد أن يجعل أوكرانيا جزءا من حلف الناتو، وهذا يعتبر خطرا بالنسبة لروسيا. لماذا يعتبر خطرا؟ لأن الناتو هو يعمل أساسا ضد روسيا، وبالتالي وجودهم في أوكرانيا هو سيجعل كل هذه الحدود هي تعطي نفوذا هائلا إلى حلف الناتو على الداخل الروسي، كذلك يضغط على بيلاروسيا، وبالتالي بيلاروسيا تصبح تحت الضغط من العديد من الاتجاهات، وبالتالي بالنظر إلى هذا الاتجاه بهذا الشكل تبدو روسيا وبيلاروسيا في موقف الضعيف، وهذا ما لا تسمح به روسيا تعتقد بأن أوكرانيا هي جزءا مهما بالنسبة للأمن القومي، وهي خط أحمر بالنسبة إليها. لذلك روسيا إذا ما وصلت الأمور إلى أن أوكرانيا فعلا تحركت بهذا الاتجاه، فهي ستتقدم وستأخذ أوكرانيا وستغزوها، وستجعل كل هذه الحدود التي ترونها أمامكم هي كلها ضاغطة على أوروبا بهذا الاتجاه، وبالتالي تصبح أوروبا وحلف الناتو هنا في موقف الضعيف، وبالتالي نحن نشهد كل هذه التحشيدات التي نتحدث عنها. ولكن دعونا نأخذ سيناريو الغزو الروسي. إذا ما فعلا غزت روسيا وتحركت في عملية الغزو إلى الداخل الأوكراني، ما الذي سيحدث الآن بالنسبة إلى بيلاروسيا؟ هذه هي بيلاروسيا وهذه هي أوكرانيا كما ترونها، هنا روسيا وهنا أوروبا كما تحدثنا. بالنسبة إلى التحشيدات في بيلاروسيا، وهذه هي طبعا كييف العاصمة الأوكرانية، التحشيدات هنا بحسب تقرير مهم جدا جاء من CNN الأمريكية، تحدثت بأن الظروف والتضاريس الموجودة في جنوب بيلاروسيا لا تسمح للروس بالتقدم وإلى غزو كييف في هذه الفترة بسبب الظروف الجوية الصعبة. الآن هنالك الكثير من المستنقعات والوحل وغيرها، والجليد يذوب هناك، وبالتالي هذه لا تسمح للدبابات والعجلات وغيرها وحتى الجنود الراجلين أن يتقدموا بشكل مباشر إلى كييف على الأقل في هذه الفترة، وبالتالي الأنظار تذهب مباشرة إلى إقليم دونباس الذي يتكون من هاتين النقطتين المهمتين بالنسبة إلى روسيا، بأن البداية ستكون من هنا. ولكن أيضا يجب أن ننتبه بأن قضية إقليم دونباس على المستوى الاستراتيجي بالنسبة لروسيا قد لا تكون كافية، وهنالك أسباب لهذا الموضوع. هنالك أهمية قد تكون هي أكبر إلى بحر آزوف وكذلك إلى شمال البحر الأسود، وهنالك سبب مهم جدا لهذا، لأن أوكرانيا إذا لسبب ما توجهت وانضمت إلى حلف الناتو، فحلف الناتو سيكون لديه نفوذ على بحر آزوف، وبالتالي نفوذ على الداخل الروسي، وكأن شيئا لم يكن ولم يتحقق شيئا بالنسبة للأمن القومي الروسي. بالإضافة إلى ذلك أن البحر الأسود هم يحتاجون إلى تأمينه، وتحديدا شمال البحر الأسود، بسبب أن قاعدة سيفاستوبول الموجودة بهذا الاتجاه هي أكبر قاعدة بحرية إلى الروس، ستكون تحت المطرقة بسبب أن حلف الناتو مرة ثانية إذا ما انضم وطبعا جذب أوكرانيا لأن تكون جزءا من حلف الناتو، ستجعل هذه القاعدة ضعيفة للغاية، لا تستطيع التحرك، بل إنها ستتحول إلى خاصرة رخوة إلى شبه جزيرة القرم، وبالتالي وكأن شيئا لم يكن من تحركات روسيا القوية للغاية. على هذا الأساس بالنسبة إلى روسيا الآن الواضح بأن أولى الأهداف والواضحة هي التقدم إلى أقليم دونباس، هنالك مسلحين لهم هم يسيطرون فعليا على أقليم دونباس على الأرض، ولكن قانونيا هذه الأرض تنتمي إلى أوكرانيا، يتقدمون إليها وبعدها يربطون أقليم دونباس بهذه المنطقة لا وهي شبه جزيرة القرم عن طريق التقدم إلى هذه المنطقة ماري بول للسيطرة عليها والتوجه مباشرة إلى شبه جزيرة القرم، وبالتالي تأمين بحر آزوف بالكامل، وبالتالي هذه أول نقطة متعلقة بالأمن القومي سيطروا عليها. ولكن أيضا هم بحاجة إلى تأمين طريق مهم يمتد من خاركيف إلى هذه المنطقة الوسطية إلى ماري بول من أجل الحفاظ على المكتسبات التي حققوها هنا، وهذا يتم من خلال التقدم. كل الأنباء وصور الأقمار الصناعية توضح هنالك تحشيد كبير جدا تجاه خاركيف، وبالتالي سيكون من المنطقي أن يأخذوا هذه المنطقة، ولكن أيضا هذه الأمور ليست كافية، يجب أن يصلوا إلى شمال البحر الأسود. كيف سيقومون بهذه العملية؟ أولا دعنا نحمي هذه المنطقة بشكل أكبر، وذلك من خلال التقدم
إلى خيرسون وبعدها تأمين هذا البحر، ألا وهو أو بالأحرى هي قناة الدنيبر، أن يسيطروا عليها. وكذلك أن قناة الدنيبر الاستراتيجية المهمة ستكون خطا دفاعيا مهما لهذا الخط الذي نتحدث عنه، وكذلك إلى شبه جزيرة القرم. وبالتالي لاحظ السيطرة الكبيرة التي تحققت، وكذلك أن السيطرة على خيرسون هي ستفتح الباب لعملية تحقيق تأمين شمال البحر الأسود. كيف يتم هذا الأمر؟ هي التقدم إلى هذه النقطة أوديسا ممكن عن طريق الأمور والتوجه البري، وكذلك هجوم برمائي مباشر إلى أوديسا للسيطرة عليها، وحتى ممكن أن يكون إنزالا جويا، وبالتالي تتم السيطرة على هذه المنطقة بأكملها. أمنوا بحر آزوف، أمنوا شمال البحر الأسود، وأخذوا إقليم دونباس، وبالتالي حتى لو انضمت أوكرانيا الآن إلى حلف الناتو تحقق الكثير، فهذه الحدود كلها هي تحت سيطرتها، وبالتالي ستكون هنالك أيضا علامات ضاغطة فيما بعد للتقدم إلى كييف واحتلالها بالكامل وتغيير النظام بأكمله. هذا قد يكون هو الأكثر منطقية بالنسبة لروسيا بدلا من الاكتفاء فقط في إقليم دونباس، ولكن هنالك الكثير من الظروف التي ممكن أن تلعب في طبيعة ما ممكن أن يجري من هذا السيناريو الهجومي. القضية هذه ما الذي ستفعله الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما تقدمت شبرا واحدا روسيا تجاه أوكرانيا؟ الولايات المتحدة الأمريكية كانت واضحة، قالت سنعاقب روسيا وسنفرض عقوبات هائلة جدا على الروس، ولكن أيضا في نفس الوقت يجب أن ننتبه أن روسيا ليست بالقليلة، روسيا تمتلك نقاط قوة هائلة جدا، قد تكون هي الأقوى في هذا الموقف الذي نراه الآن أمامنا، بسبب أن أوروبا الآن هي تعتمد 50% من الغاز الذي تعتمد عليه أوروبا بأكملها هو قادم من روسيا. أي بما معنى أن لو روسيا قررت وقرر فلاديمير بوتين من قطع الغاز على أوروبا مباشرة، فإن أوروبا ستقع في مشكلة خطيرة للغاية. ليس هذا فحسب، بل إن أيضا هنالك خطا مهما جدا، ألا وهو خط نورد ستريم 2 الذي سمعنا عنه كثيرا. هو يأتي من روسيا عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا بشكل مباشر. لم يكتمل هذا الخط حتى هذه اللحظة، ولكن هو غير من مواقف ألمانيا بأكملها. هذه الخطوط التي تمتد مباشرة نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 التي ترونها باللونين الأصفر والأخضر، هي غيرت مواقف ألمانيا. الآن مع الأزمة التي تجري مع أوكرانيا، كل الدول الأوروبية والولايات المتحدة تساند، ترسل الأسلحة، ترسل المعدات وغيرها لأوكرانيا لكي تدافع عن نفسها من هذا الغزو، ولكن ألمانيا عندما طالبوها بهذا الأمر هي رفضت من تقديم أي سلاح ولا حتى طلقة واحدة إلى أوكرانيا. وبعد ضغط كبير وانتقادات كبيرة من الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وافقوا على تقديم 5000 خوذة فقط إلى أوكرانيا، وقالوا بأن البرلمان الألماني لن يوافق على إرسال أي سلاح إلى أوكرانيا. وهذا يوضح بأن روسيا بدأت تكسب ألمانيا وبدأت تغير من المعادلة الموجودة في المنطقة، وهذا قد يفسر أيضا وجود روسيا الاستراتيجية الكبير في سوريا. هنا كما ترون روسيا اليوم لديها عقود طويلة الأمد، حافظت على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تسيطر هي على البحر المتوسط وتحديدا على السواحل السورية على البحر المتوسط، تسيطر عليها بالكامل. ما الذي يعني هذا؟ هذا يعني بأن أوروبا إذا حاولت أن تأخذ متنفسا آخرا للغاز لن تتمكن من القيام بذلك، فمشروع الغاز الذي يأتي من إيران إلى العراق إلى سوريا متوجها إلى البحر المتوسط إلى اليونان هو في قبضة الروس، ممكن أن يقطعوه في أي لحظة إذا ما أرادوا ذلك. وكذلك خطوط الغاز إذا ما أرادت أن تأتي من الخليج مباشرة من العراق إلى سوريا إلى تركيا إلى أوروبا، نفس القضية، روسيا موجودة ومسيطرة، وبالتالي هي تمسك في الكثير من المفاتيح المتعلقة بالغاز، وأن أوروبا مرهونة بالغاز إلى روسيا إلى فترات متقدمة. والولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة لم تثبت بأنها قادرة على سد هذه الحاجة من الغاز إلى أوروبا بشكل عام. كذلك يجب أن ننتبه بأن الأس 400 الروسية واحدة من أهم المنظومات الدفاعية وأقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم، بل قد تكون هي الأقوى على الإطلاق، تسلحت بها تركيا واستلمتها تركيا، وهذا يوضح بأن روسيا تؤمن المناطق بالنسبة إليها حتى على مستوى الأجواء والطيران، وبالتالي تبدو روسيا في موقف قوي للغاية. ولكن بغض النظر من التقديرات الأمريكية وغيرها بأن روسيا ستغزو فعلا ومع التحشيدات الهائلة التي نتحدث عنها، إلا أن روسيا قالت بأن هذه هستيريا أمريكية وأن ليس هنالك أي غزو من روسيا تجاه أوكرانيا، ولكن هي تستمر في وضع الملاحظات كثيرا على بكل تأكيد أوكرانيا وما يجري معها مع حلف روسيا.